السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز على بيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني دون سيت نوفيل فيديو. الوغ الفيديو ديال اليوم من مور ما حطيتكم الاطار المرجعي وشرحناه اونصومبل، بيان سور وعدتكم بواحد لا فيديو اللي غادي نحاول انني نديطاي لكم فيها ليكزام ريجيونال ديال هذا العام، هذا ديال 2021، ديال ماده الفرنسيه بالديتاي. يعني نحاولوا ما امكن ناخذ واحد الفكره ولا نحاولوا نرسموا الامتحان الجهوي في المخيله ديالنا انطلاقا من هذاك الاطار المرجعي اللي عطاونا، حيت بيان ايفيدامون الاطار كيبين لنا هذا لا ستركتور باش غادي تكون محطوط الامتحان الجهوي ان شاء الله نهار يوم الامتحان. وغادي نتبعوا هذيك الهضره اللي قالوا لنا هما، غادي نحاولوا ما امكن نحطوا فيها يعني نحاولوا نرسموا ليكزامان ريجيونال كيفاش غادي يكون في المخيله ديالنا. وهذا الشيء ديجا سبق لي وحطيت لكم واحد لا فيديو من قبل اللي تكلمت لكم فيها على الامتحان كيفاش غادي يكون، ولكن ما كناش عارفين، كنتسناو الاطار يخرج، كنقولوا ممكن يكون اختياري، ممكن يكون شي الغاء ديال شي اوفر من لي اوفر، ولكن مالوغوزمون ما كانش اختياري وما حيدوا لكم حتى شي اوفر، خلو لكم الامتحان كيف ما هو، كيف ما كان في الاعوام السابقه ما عدا العام اللي فات. يعني غيتحطوا لكم، ما غيقولوش لكم اش ما غيتحط، تقدر تحط لكم لابواط، تقدر اونتيغون، تقدر لو ديرني، الله اعلم. ولكن قالوا لكم فواحد النوطا بيني اللي راه غادي يكون الامتحان سا ديبون لا ريجيون اللي نتوما فيها، غياخذوا بعين الاعتبار شنو لا ريجيون اللي كل ريجيون شنو السيستم اللي تبع معاهم الاستاذ او المؤسسه اللي كتقراو في اللي كيقراو فيها تلامد. سا ديبون لي ريجيون، يعني اللي سبق لابواط غياخذوا بعين الاعتبار يقدروا يحطوها ليه، اللي سبق اونتيغون كل واحد واشنو غادي يكون مسبق. Alors espérons un bon courage pour tous et pour toutes. Ou غادي نبداو ان شاء الله نشوفو المخيله ديالنا شنو غادي تكون لينا في هذا ليكزام ريجيونال كيفاش يقدر يتحط لكم. الوغ اول حاجه كيف ما كنعرفوا جميع ان الامتحان ديال الماده الفرنسيه كيكونوا فيه 2 ساعات، هذه واحد الحاجه اللي ما فيهاش اشكال، عندكم ساعتين وما غاديش يكون اختياري، يعني بحالو بحال الاعوام اللي فاتت. ثاني حاجه الامتحان كيكون مقسم على دو بارتي، لا بروميير بارتي ديال لا كونت ديال ليتود باردون دو تيكست، اي لا دوزيام بارتي ديال سيل دو لا برودكسيون ايكريت. نتكلموا دابور على ليتود دو تيكست شنو فيه وشحال من جزء كيتقسم. ليتود دو تيكست كيتقسم على 3 ديال الاجزاء، الجزء الاول اللي هو لا كونتكستواليزاسيون، الجزء الثاني اللي هو لاناليز، اي الجزء الثالث اللي هو لو رياجير. بالنسبه لا كونتكستواليزاسيون عندكم عليها 2 بوين اللي كتشمل دي زانفورماسيون جينيرال على لوفر، وكتشمل كذلك لا سيتوياسيون دو باساج سا ديبون لوفر او بيان دون لوفر، اي اوسي لا سيتوياسيون دو لوفر دون سون كونتكست هيستوريك. يعني تقدر تحط لكم اون كيستيون على لا سيتوياسيون دو باساج سو فورم دو تيب، يا اما لا سيتوياسيون دو باساج par rapport à l'œuvre ou bien dans l'œuvre. وهادي ديجا تكلمنا عليها وحطيت لكم اون فيديو عليها بيان بريسي و بيان ديتايي اللي مازال ما شافهاش، غادي نحطها لكم هنا باش انكم تقدروا تدخلوا تشوفوها. و كاين اوتر ان اوتر تيب دو سيتوياسيون اللي هو لا سيتوياسيون دو باساج على حساب لو كونتكست هيستوريك ديال لوفر كامله، يعني شنو هو السياق التاريخي اللي تحطات فيه هذيك لوفر ولا العام اللي تكتبات فيه، شنو معاياش تزامنات في الكتابه ديال هذيك لوفر. مثلا نهار مثلا انتيغون فاش تكتبات شنو كان في ديك الوقيته، لا بواط كذلك ولو ديرني جور، هادشي كامل راني ديجا حطيت عليه اون فيديو بالنسبه لانتيغون جو كرو، مي لا بواط اي لو ديرني ما درتش عليهم لا سيتوياسيون دو باساج دون سون كونتكست هيستوريك. الا كنتو انتريسي قولوا عليا في لي كومونتير، اي توجور خليو ليا الحاجه اللي كنتكلم لكم عليها وما كنتش كنحطها في لاشين، فكروني بها، راه ما كتحطوش ليا شنو محتاجين، حطوا في لي كومونتير شنو محتاجين باش نقدر نخدم معكم اولا ندير معكم ديك الحاجه اللي راكم محتاجينها ضروري في هذه الايام المتبقيه. الوغ كيف ما قلت لكم لا كونتكستواليزاسيون كتقسم على جوج ديال لي بارتي اولا على دو تيب ديال دي كيستيون. التيب الاولاني عنده غتكون عندكم فيه اون فيش دو ليكتور، يعني لا فيش دو ليكتور حنا ديجا عرفناها وديجا غتكونوا خدمتوا عليها دي زيكزارسيس. La fiche de lecture qui confère des informations générales à l'œuvre, l'auteur, je me suis le titre de l'œuvre, la date de parution ou bien de présentation, le genre littéraire, les informations générales à l'œuvre. C'est-à-dire la fiche de lecture de l'œuvre. Il y a des informations générales à l'œuvre, comme le texte fait. هادي بالنسبه للحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هي لا سيتوياسيون دو باساج اللي ديجا تكلمت لكم عليها تو دابور.
يعني هاد جوج الحوايج عندكم عليهم دو بوين، نقطه بالنسبه للحاجه لافيش دو ليكتور، ونقطه بالنسبه لا سيتوياسيون دو باساج. هاد جوج النقط ما خصكمش تضيعوهم نهائيا، هاد جوج النقط مهمين بزاف بزاف وما خصكمش تضيعوهم. الوغ من غير من مور لا سيتو لا كونتيكستواليزاسيون باردون اي لا سيتوياسيون دو باساج، عندنا دوزيام بارتي اللي هي لاناليز. حنا دابا باقيين غير في ليتود دو تيكست. بالنسبه لاناليز كيشمل لينا دي كيسيون على حساب النص اللي قدامنا، يعني الا كان عندنا اونتيغون راه غادي يجينا دي كيسيون على حساب لو تيكست، يا اما كيعطيك شي كيسيون اللي كتكون ديريكت من لو تيكست اللي راه قدامك، يعني ما محتاجش تجيب شي حاجه من الخيال ديالك، غتجاوب فقط انطلاقا من النص. وكذلك كتشمل دي كيسيون دو فري او فو، كيقولوا لك هذه الحاجه واش فري وكتجيبها كذلك من النص، اولا كيقول لك شحال حاجه فو وكتجيبها من النص، يعني كتقول واش هاد كيعطيك واحد الجمله وكيقول لك واش فري ولا فو، انت كتجاوب انطلاقا من داكشي اللي قدامك. يعني هادشي ما حتى هو ما خصكش تضيعو. وثاني حاجه كتكون في الاناليز اللي هو اللي هي لا لونغ، لا لونغ اللي هي اللغه، ولا لونغ شي حاجه اللي مهمه. وبالنسبه للاطار المرجعي ما ذكروش لكم الدروس ديال لا لونغ، ما قالوش لكم زعما ما سموهمش لكم بمسمياتها، وما قالوش لكم واش غادي تنقص شي درس اولا غادي تزاد شي درس، يعني لي كور دو لونغ كاملين غيكونوا عندكم بدون استثناء. ودائما كناخذوا بعين الاعتبار الامتحانات الفارطه، كنشوفوا الامثله ديال الامتحانات اللي فاتت دائما كيتعاود لينا لي فيغور دو ستيل باردون، كيتعاود لينا لي شون ليكسيكو، يعني هاد جوج الحوايج ما عندكمش منهم الهروب. لي ريجستر ليتيرير ممكن انهم يتحطوا. بالنسبه للديسكور ديريكت انديريكت صراحه ما كنشوفوش بزاف في الامتحانات، ما عرفتش نقدر نقول لكم راه ما يكونش او لا يكون، مي غالبا انا بعدا بيرسونيلمون ما عمري ما كنت في شي امتحان، ما عمر ما بان ليا في شي امتحان، يعني غير فاش كيكون. وكذلك الفوكاليزاسيون، في حاله حطاتكم شي كاستيون ديال الفوكاليزاسيون حتى ما خصكم تكونوا عارفينها، راه ديجا حطيت لكم الفيديو عليها. لي نيفو دو لونغ يقدر يعطيكم شي كاستيون ديال كاش من نيفو دو لونغ، هذا يعني خصكم تكونوا محيطين بلي كور دو لونغ كاملين ديال هذا العام اللي نتوما كتقراو، يعني ما خصكم تستثنيو حتى شي كور. بالنسبه لي كور اللي حطيت راني حاطه ديجا كنت حطاهم من داك العام، مهم الا كنتو باغيين نعاود معاكم راني عاود الفوكاليزاسيون، مي الاخرين مازال ما عاودتهمش. الا كنتو انتريسي قولوا لي لي كور دو لونغ، اولا كتبوا لي الكور دو لونغ اللي انتريسي به راني غادي نخدمو معاكم. هادشي اللي كاين بالنسبه لا بارتي ديال الاناليز. وكتبقى لنا لا ثروزيام بارتي اللي هي لو رياجير. بالنسبه لو رياجير كيكون عندكم ليكسبرسيون دو فوتغ بوان دو في بيرسونيل من واحد لا سيتوياسيون دوني دون لو تيكست، يعني كياخذوا واحد لا سيتوياسيون من هذاك لو تيكست اللي قدامك وكيقولوا لك عطينا فوتغ بوان دو في بيرسونيل انفير سيت سيتوياسيون، اسكو فوزيت افيك او كونتر، يعني هنا فين كتوظف لو بوان دو في بيرسونيل ديالك على يد بيان سور دان ارغيومون او بيان دو ارغيومون. هذه كتكون بالنسبه لي دو ديرني كيسيون 9 و 10، وحتى هما راني خدمتهم معكم ديجا، حطيت لكم اون فيديو عليهم كيفاش تقدروا تجاوبوا جو سوي افيك سو كومبورتمون او بيان جو سوي كونتر باسكو او كتعطي فوتغ ارغيومونطاسيون. وبالنسبه للتنقيط ديال هاد لي 3 بارتي ديال ليتود دو تيكست، عندكم دو بوين على لا كونتيكستواليزاسيون اللي فيها لا فيش دو ليكتور و لا سيتوياسيون دو باساج، عندكم 6 بوين على l'analyse li fiha les cours de langue et aussi des questions directes de texte, et les deux derniers points ala les deux dernières questions 9 et 10 li kaynin f la partie ديال le réagir, yani 10 points ala had la première partie ديال l'étude de texte. حاولوا ما امكن تعصروا راسكم وما تطيحوا ما تضيعوا حتى شي نقطه، حاولوا تجيبوا دوك النقط كاملين، ما تسمحوا حتى شي نص نقطه ولا تقولوا زعما تستهنوا بشي سؤال وتقولوا راه ماشي سي با لو طون ولا ماشي مشكل الا ما جاوبتش عليه راه ما غادي ينقص ليا والو. لا، حاول ما امكن تجيب النقطه ديالك وما تضيعهاش مادام مازال عندك الوقت. الوغ كتبقى لنا لا ديرنيير بارتي او بيان لا دوزيام بارتي اللي هي لا برودكسيون اكريت اللي حتى هي 10 بوين كامله. بالنسبه لا برودكسيون اكريت حنا ديجا تكلمنا عليها با مال دو فوا، وعطيتكم عليها التنقيط شحال ديال النقط كيتحطوا وكيفاش كتقدروا تربحوا النقط بلا ما ديروا حتى شي مجهود، يعني كاينين شي نقط كيتربحوا بلا ما نديروا حتى شي مجهود. بيان سور خاصنا نديروا مجهود في حوايج اخرين، ولكن كاينين شي حوايج اللي كنربحوا فيهم دي بوين اللي ساهلين وما خصناش نضيعوهم، بحال لوغانيزاسيون دو فوتغ فوي وما يكونش تخربيق وما يكونش بلونكو، وتحترموا لا لينيا وتحترموا كذلك لا لونغ لا ستركتور ديال لا لونغ لا سانتاكس، تحترموا لورثوغراف لا بونكتواسيون، هذاك الشيء كامل تكلمنا عليه. و هادشي راه ديجا مذكور في الاطار المرجعي. كذلك
هذا لا برودكسيون كريت بيان سور كتكون على واحد لو تيكست ارغومونطاتيف. هادشي راه ذكروه لكم في الاطار المرجعي، دائما كيكون ان تيكست ارغومونطاتيف اللي غادي ديروا فيه واحد غيعطوكم فيه واحد لو سوجي اللي قالوا لكم انه غادي يكون اون رابور بيان اون ريلاسيون مع لو تيكست اللي غادي يكون عندكم. يعني الا كان عندكم لو تيكست على لافغ ديال انتيغون غادي تحط لكم ان تيم على حساب لي تيم اللي كاينين في انتيغون اللي ديجا تكلمنا عليهم. كان على لابوات راه غادي تحط لكم واحد من لي تيم ديال لابوات، كان على لو ديرني غيكون واحد من لي تيم ديال لو ديرني جور دان كونداني. جيسبر تدربوا ريوسكم في الدار على واحد البلان اولا على جوج ديال لي بلان ما فيها باس. ديجا خدم قلت لكم شنو هما لي بلان اللي ينفعوكم، لو بلان ديالكتيك و لو بلان سامبل. بالنسبه للبلان ديالكتيك ديجا ديجا خدمنا عليه وحطيت لكم عليه ان اكزامبل وكاينين دي زيكزامبل في لاشين. بالنسبه للبلان سامبل اللي بغيتوني ندير لكم عليه ان اكزامبل، حطوا لي لو سوجي و بيان لو تيم اللي بغيتو ندربوا عليه. سمحوا لي بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي في انستغرام ما كنجاوبهمش، راه عندي بزاف ديال الميساج كنحاول نجاوب لو ماكسيموم ولكن ما كنقدرش بيان سور. المهم غير بقاو تحطوا لي لي ميساج ديالكم وان فونسل اي ميساج قدرت عليه راه غادي نجاوب. وهادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو هادي، جيسبر نكون عطيتكم واحد الصوره واضحه على ليكزام ريجيونال كيفاش يقدر يكون وتكون وضحت لكم نتوما الصوره تعرفوا كيفاش توظفوا الوقت ديالكم وما تضيعوش الوقت وما تضيعوش كذلك الاسئله والنقط ديالكم. سيروا الحوايج اللي مهمين، خليوكم دابا من الحوايج اللي ما غاديش ينفعوكم ولا الحوايج اللي غيضيعوا لكم الوقت. كنتو كتسناو اطار المرجعي امتى يخرج، الو ها هو خرج. كاين اللي ندم كاع كيقول لكم غير ما خرج كنا كنتسناوهم مرضنا في التالي، ما ماشي مشكل. المهم ما ديروش بالكم على حساب الاختيار، غادي يكون غير الخير ان شاء الله. خدموا لي زانفورماسيون، مثلا بغيت نخدم انا لي بغيت نخدم نوجد الامتحان ديال الفرنسية غادي نقسم الوقت ديالي على ثلاثه ديال الاقسام. بيان سور عندكم دوطخ ماتيير، ملي كنهضر على الفرنسية بوحدها غادي نقسم على حساب ثلاثه الاقسام اللي هما ثلاثه لي زوغ انتيغون ولا بواط ولا ديرني. غنمشي لانتيغون غادي نحفظ ليها هذيك لا فيش دو ليكتور ديالها، ما غاديش نتواضر معاها يعني ما نخلي حتى شي كاستيون، ونمشي لا بواط حتى هي ولا ديرني حتى هي، وندوز عاوتاني للدوزيام كاستيون اللي هي لا سيتواسيون دو باساج. نحفظ لي ريزومي ديال شاك شابيتر بيان شاك سين، نحفظ لي سين ديال انتيغون، نحفظ لي شابيتر ديال لا بواط، نحفظ لي شابيتر كذلك ديال لو ديرني جو. يعني الحوايج ديال الحفاظه نحفظهم هما الاولين، الحوايج ديال الفهمه راه كيبقى لكم الوقت في القسم راه غادي تجاوبوا بيان سور منطلقا من النص اللي غيتحط قدامكم. والحوايج الاخرين اللي غتكونوا مدربين راسكم عليهم اللي هي لا برودكسيون كريت بالنسبه لي تيم اللي عندكم على شاك اوفر. هادشي اللي كاين، طولت عليكم لا فيديو، جيسبر تنال الاعجاب ديالكم. نيزيتي با دو فوزابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، و بارطاجيو بيان سور لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا ان لايك. تهلاو فراسكم حتى لاون اوتر فيديو. سلام.